بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. برحب بكم إن شاء الله في الحلقة الرابعة من دورة التصميم المعماري، وأتمنى أن تكونوا حضراتكم إن شاء الله فاهمين الجزء اللي فات من الدورة. إحنا إن شاء الله بحصة النهاردة، بل استنى حصتين إن شاء الله هنحاول نخلصهم من الأسبوع دوت. هتبقى حصة إن شاء الله عن تصميم السلالم، والحصة اللي بعد كده هتبقى عن المقدمة في علم التشطيبات. يعني هندي كنبذة كده سريعة عن علم التشطيبات، هنفضل ندردش مع بعض شوية في علم التشطيبات لأنه هو علم ايه، بحر كبير واسع. دي دورة خاصة لوحدها اللي هو علم التشطيبات. والجزء اللي هناخده النهاردة اللي هو الأعمال الصحية والكهربية، المفروض ان هو دوت جزء من علم التشطيبات، بس هو المفروض ان هو أساسيات من أساسيات دورة التصميم المعماري. احنا قلنا ان الهدف التصميم المعماري انها تخلي المهندس المدني عنده قدرة انه يشتغل، او يكون عنده يشتغل زي المهندس المعماري، او يكون عنده فكره كبيره عن المهندس المعماري. فاحنا ان شاء الله النهارده هناخد نبذه عن الاعمال الصحيه والكهربيه داخل المبنى بتاعي او المنشأ اللي انا هعمله. طب ايه هي الاعمال الصحيه؟ هنبتدي اول ان شاء الله بالاعمال الصحيه. ايه هي الاعمال الصحيه اولا؟ يعني عشان ما يتكلم كده اللي هو او بيسموه الصحي. الصحي ده بيشمل حاجتين اتنين: اعمال صرف واعمال تغذيه او امداد. اعمال الصرف اللي هي صرف المخلفات الصلبه والمخلفات السائله بتاعه المبنى بتاعي، انما التغذيه اللي هي المفروض ان هي مواسير الميه الخاصه بالشرب والغسيل وخلافه. دي انا كان الحاجه دي انا كاتبها هنا ان شاء الله في الورقه الاولى ديت، اللي هي الاعمال الصحيه. بقول لك تتكون من، قلنا مواسير التغذيه اللي هي الامدادات ومواسير الصرف، ولازم الحاجات دي يكون اماكنها صح بحيث ما تبوظش ليا شكل المبنى، او يكون شكلها ظاهر مثلا في مدخل بيت او مدخل عماره. المفروض حد يكون في مكان، بحيث في مكان متداري بحيث ما تاثرش على الايه، على الشكل العام. فالمفروض يكون احنا فاهمين الحكايه دي. ان شاء الله هناخد الاعمال الصحيه. المفروض ان لو انت اشتغلت في مكان محترم او شركه محترمه بيعملوا زي لوح للاعمال الصحيه ولوح الاعمال الكهربائيه. الشكل دوت بيبقى في الباتش بتاع اللوحه بتاعه الاعمال الصحيه. يعني انت مثلا لو اشتغلت في مكان محترم زي شركه زي طلعت مصطفى او اوراسكوم للانشاءات، دي يعتبر انضف شركتين في مصر، بيعملوا حاجه زي كده للاعمال الصحيه والكهربائيه. والمفروض اللي يقوم بالشغل دوت اصلا المهندس المعماري، بس انا زي ما قلت في اول حلقه ان المهندسين المعماري ما بيفضلوش يشتغلوا في المواقع، بيحبوا يشتغلوا في الاماكن. هم مش متعودين على الشغل في الموقع وكده، يعني ما بيحبوش يختلطوا مع العمال، يعني بيحبوا يشتغلوا في المكاتب اكتر. فالشركات دي بتمسك المهندس المدني بتديله زي كورس معماري، او بتفهمه الشغل المعماري وتنزله يشتغل مكان معماري. فاحنا ان شاء الله حتى لو واحد فينا ربنا كرمه واشتغل شغل معماري ما يتخرج، فما يكونش اول مره يشوف الحياه دي. الحياه دي موجوده فعلا في اللوحه، يعني انت لو عمرك ما شفتها هتقراها وتفهمها، بس انت يكون عندك خلفيه عشان ما تخش ما تبقاش زي ايه، مش اول مره تشوف حاجه او ما تتخضش منها، فيكون عندك فكره شفتها قبل كده. احنا عارفين طبعا ان الرمز دوت حتى من شكله ان هو رمز بانيو، البانيو اللي حاطه في الحمام. تاني حاجة اللي هو دوت اللي هو المرحاض الأفرنج، اللي هو القاعدة الأفرنج. ده حاجة اسمها حوض تشطيف أو البيديه، ده الرمز بتاعها. يعني المفروض نفرق بين الرمز بتاع المرحاض الأفرنجي والبيديه. تالت حاجة، رابع حاجة، ده حوض الغسيل اللي هو حوض اللي بيتحط في المطبخ بتاع غسيل الأطباق وكده. ده حوض غسيل اللي هو بيبقى حوض الوش اللي بيتحط في الحمام أو ممكن بره الحمام. ده حاجة اسمها حوض قدم 70 و70. وبرضه هقول لكم حاجه، ما تشغلوش نفسكم بالحروف اللي جنب الاشكال دي. الحروف دي المهندس اللي بيحطها بمزاجه، ممكن تلاقيها مختلفه من مكان لمكان. اهم حاجه انت تعرف الشكل، عشان بقول لك اعرف شكل حاجه. اوكي. فاحنا ان شاء الله الحوض القدم دوت اللي هو 70 و70، بتلاحظ احيانا ان الحمامات اللي هي بتبقى مساحتها صغيره ما ينفعش تحط فيها بانيو، فبيحطوا اللي هو الحوضه فيها، بيبقى عامل زي بوله صغيره كده 70 و70 سنتي بيتحط تحت الدش، فاللي هو بدل بتحل محل البانيو بالظبط، يعني بتبقى ايه، مش يعني بتبقى تقف فيها ما بتنامش فيها او خلاف كده. اللي انا راح اشتغل في شركه مثلا، او شاف في راح تدريب في شركه كويسه، الكرفانات بتاعت المهندسين بيلاقي الحمامات بتاعتها فيها الحوض ده. نيجي الرمز دوت حاجه اسمها اللي هو السيفون الارضيه 3 بوصه، اللي هو العمال بيسموها بيبه، اللي هم السباكين بيسموها بيبه. المفروض انها تحط تحت اي حوض، المفروض البيبه دي تحط تحت اي حوض، وعدم وجودها تحت اي حوض بيعمل مشاكل كتير جدا وبيسبب انكتام في منظومه الصرف.
لان زي ما هنوضح بعد كده ان شاء الله ان منظومه الصرف بتاعه البيوت بتشتغل تحت تاثير الجرافيتي، فلازم نوفر لها مكان يدخل لها بحيث يعادل الضغط. فهو اللي بيعادل الضغط الجوي مع في المواسير اللي هي ماشيه تحت الحوض، اللي هي البيبه، اللي هي البيبه دي اللي هي البيبه اللي هي او سماها سفن ارضيه. نيجي بعد كده اللي هو ايه، محبس الميه. اي محبس ميه سواء رئيسي او فرعي بتلاقي بالرمز دوت. نيجي الماسوره اللي هي 4 بوصه، اللي هي عمود العمل، اللي هي بنصرف عليها المخلفات الصلبه، وغالبا بتبقى من الزهر او البلاستيك اللي هو البي في سي، يبقى له عمود العمل وصل ب4 بوصه. نيجي بعد كده عمود صرف اللي هو في مخلفات صلبه ومخلفات سائل اللي هو الصرف العادي. نيجي دلوقتي بيبقى 3 بوصه، وفي عمود تهويه اللي هو 2 بوصه. معظم كان زمان بقى مش دلوقتي، زمان كانوا بيعملوا عمود تهويه بيهوي اللي هو تفتيش الصرف او منظومه الصرف، قلنا عشان يعادل الضغط الجوي. انما دلوقتي بقى بيتحط فتحات تهويه في عمود الصرف نفسه اللي هو بتاع اللي هو 3 بوصه. يعني لو واحد فينا طلع دلوقتي شاف المواسير الصرف اللي هي ماشيه في المسقط عندهم في البيت، لازم الاقيها مفتوحه من فوق، بيحط على حاجه زي شبكه من فوق كده بحيث يعادل ايه الضغط، بيبقى تهويه. نيجي كده ماسوره التغذيه اللي هي حديد المجلفن 1 بوصه. قلنا ماسوره التغذيه اللي هي الامداد بالميه، ودول قلنا بتتصنع من حاجتين اثنين، يا اما حديد مجلفن، يا اما دلوقتي بيعملوا حاجه اسمها بولي اسيلين اللي هي المواسير الخضراء او الزرقاء اللي هي بتاعت في شركات بتنزل دلوقتي عند السباكين دلوقتي، لها مواسير زرقاء كده او خضراء، دي اللي هي بتحل محل الحديد دلوقتي وهي احسن من الحديد. واللي هيشتغل فينا في الدول العربيه لا زي الامارات والبحرين وكده بيعملوا مواسير بتاعه المايه دي بالذات نحاس عشان ما تصديش وما تسببش امراض للناس، هناك بيخاف على صحتهم يعني. نيجي بعد كده خط مياه ساخن بيبقى 3 4 بوصه او نص بوصه اللي هو بيخرج من الخزان. ولازم نعرف ان اي حاجه سخنه بيبقى ميه سخنه ماشيه بيبقى لونها احمر، رمز لها باللون الاحمر. وخط مياه بارده نص بوصه برضه لونها ايه، هنا لونها ازرق. واحد يسال سؤال يقول لي طب ليه هنا 3 4 بوصه وهنا ليه نص بوصه؟ احنا قلنا المياه السخنه بتبقى خارجه من السخان، فقطر ماسوره السخان هو اللي بيحكمني. ممكن اعمل لها زي تكويعه او زي طبه زي وصله بتخليها ايه، تخلينا نحول من 3 ارباع نص، بس ما احنا بيقول لك مش ايه نص زمان. عارفين برضو هنا ان دي رمز السخان الكهربي. ده حاجه اسمها ايه، الجاليتراب. ممكن في ناس ممكن اول مره تسمع عن ايه الجاليتراب ده. الجاليتراب ده حاجه بتبقى زي 30 30 في 30 بوصه. هو فكره الجاليتراب دوت ببساطه يعني عشان ما تلفش ودور كتير، هو ما ينفعش اوصل الصرف على غرفه التفتيش مباشره، لازم اعمل حاجه زي لينك بينهم، واصله بينهم. الجاليتراب دوت هو اللينك بين منظومه التفتيش او المواسير اللي نازله من عندي بالتفتيش، لان الجاليتراب دوت بيعمل حاجه زي حاجه اسمها عازل مائي. ايه هو العازل المائي دوت؟ هو حاجه عامله زي شكل القوس كده، حاجه زي شكل القوس، ممكن اوريكم شكله في الاخر. دوت بيعمل عازل مائي بحيث ما يخليش الروائح اللي في التفتيش ترجع تاني اللي هي في الشقه بتاعت جوه وكده، ده اللي ما بيخليش الروائح بتاعت التفتيش اللي بره. يعني ما حدش عمره سال نفسه ليه التفتيش اللي بره الريحه بتاعته ما تطلعش عندي في الشقه مع ان انا بصرف عليها. اللي هو الجاليتراب دوت بيعمل زي عازل مائي، بيخلي الميه تعزل بين الروائح اللي في التفتيش وروائح والمنظومه اللي عندي جوه. نيجي بعد كده اللي هو المداد البلاستيك اللي هو المواسير 3 بوصه، دي مواسير ايه، التغذيه. وهنا قلنا ماسوره صرف حديد الزهر، قلنا ان ماسوره الصرف حاجه من اثنين، يا زهر يا ايه، يا بلاستيك اللي هو البي في سي. هنا بيرمز للزهر بخط سوليد، والبي في سي اللي هو البلاستيك خط ايه داش، ده رمز غرفه التفتيش اللي مصرف عليه. وعاوزين نعرف حاجه، انا عندي في غرف تفتيش داخليه بحطها عندي جوه البيت، وغرف تفتيش خارجيه اللي هي الرئيسيه اللي عموميه في الشارع، ولازم تكون غرفه التفتيش اللي عندي جوه البيت اعلى من اللي بره، بحيث لما يحصل عطل او المجاري اللي بره يحصل في عطل فمنسوب الميه ما يرتفعش عندي في البيت ايه بسرعه، ويعمل عندي رشح في البيت ويبوظ منظومه الصرف ايه اللي عندي. دي قلت لكم دي شكل لوحه الاعمال الصحيه، صرف او الصرف الصحي جوه فيلا، دي في شركه محترمه، في شركه محترمه كانت عامله اللوحه دي. وعاوزين او عاوز اوضح لكم حاجه هنا برضو كنت اتكلمت عليها، ان هو هنا حاطط حمام في اتجاهين. انا قلت الترتيب ايه في الاتجاهات، قلت بحري وبعدين غربي، بحري وبعدين غربي وبعدين شرقي وبعدين قبلي. هو هنا حاطط الحمام فين، في القبلي، في الاتجاه القبلي والاتجاه الشرقي، الاتجاه الشرقي، وسايب البحري والغربي كويسين، يعني البحري والغربي تمام، وحاطط في القبلي والشرقي الحمام والمطبخ. هنا ده المفروض له مطبخ مش حمام. نيجي نلاحظ ان هنا ده حوض غسيل اطباق
ودوت ايه ايه دي دي اسمها دي اللي هي البيبه اللي قلت على البيبه او اللي هو السيفون الداخلي. البيبه دي اللي هي بتظبط الضغط الداخلي، وده ماسوره بي في سي للصرف ايه بتاع الحوض. هي لازم يروح على البيبه الاول، لازم يروح على البيبه، ما ينفعش ينزل على التفتيش مباشره. دي بيبه بحيث تعادل الضغط بحيث ما يحصلش كتمه في الحوض هنا. وبرضه عامل ايه على ممكن في لو كل واحد فينا بس عند في الحوض اللي عندهم في البيت هيلاقي في حاجه زي دي كده موجوده موجوده تحت الحوض على طول، زي مصفى تحت الحوض، دي اسمها بيبه، دي اللي بتعادل الضغط، لازم هتلاقيها تحت الحوض. او في مثلا تلاقيها في ممكن تلاقي عامل صرفين حوضين على بيبه واحده، زي ما هو هنا مثلا عامل صرف الاحواض دي الثلاث احواض دول مع البيبه دي، هتلاقي ماشيه بايه بالمواسير دي. ونيجي هنا الحمام ده برضو عمل ثلاث احواض وش، وهنا نلاحظ ان في قاعده افرنجي، وهنا برضو ايه هكذا في قاعده افرنجي. طب نلاحظ ملحوظة تانية، انا قلت ان احنا لازم نعمل تفتيش داخلي. عندي كام تفتيش داخلي؟ ادا واحد اتنين تلاتة، وبعدين يقول لك ايه المجاري العمومية. ولازم يكون في حاجة تانية ان دوت اعلى من دوت ودوت اعلى من دوت. ليه؟ لان دوت هيصرف على ده وده هيصرف على ده، ولاحظ ان لازم يكون ده مساحته اكبر من ده بحيث يساعد الصرفين الاتنين دول، وده اعلى ايه من ده. نلاحظ حاجة تانية برضه، ان المواسير اللي خارجة من البيت ده ظهر 4 بوصة وده 4 بوصة اللي وصل هنا، وبعدين اللي جاي من ده لده 6 بوصة اكبر شويه لان هتصرف من هنا لهنا. وبعدين الاقي اللي جاي ده برضو ايه 6 بوصة المفروض يكون اكبر، بس ممكن يمشيها ايه 6 زي ما هو. تمام لحد كده تمام. نلاحظ بقى ايه يعني لو في ملحوظه رئيسيه الواحد يحب يقولها هنا المفروض ركز عليها وانت شغال، المفروض اللي هي بتعمل مشاكل. اول حاجه البيبه دي تكون لازم تكون تحت كل حوض بيبه، وما لازم تكون مكشوفه، لازم انت بتسلم تاكد انها مكشوفه. وتاكد حاجه تانية ان الجالي تراب متركب كويس، اللي هو ده جالي تراب، هو هنا رمز له بالجالي تراب هنا اهوت، وده جالي تراب وده جالي تراب، لازم يعمل جالي تراب لازم ده اللي بيوصل عليه المواسير الصرف الخارجه من البيت عشان توصل للتفتيش. وهنا الجالي تراب دوت المواسير الخارجه من البيت توصل على التفتيش ده، والجالي تراب دوت برضه المواسير الخارجه من المنظومه دي على التفتيش. قلنا ليه الجالي تراب دوت؟ الجالي تراب دوت بيعمل زي عازل مائي عشان ما الروائح ايه ما ترجعش. فهي اسمها الابعاد القياسيه لعمل الصرف. اول حاجه بيقول لك ان المسافه بين اي غرفتين تفتيش المفروض ما تزيدش عن 14 متر، يعني المفروض زي دي كده الغرفه من دي لدي المفروض ما تزيدش عن 14 متر. ليه؟ بحيث احنا عارفين ان الميه هتمشي تحت تاثير الجرافيتي، فما المسافه تكون طويله ما يحصلش مشاكل. يعني المسافه من هنا المفروض ما تزيدش عن 14 متر، ومن هنا المفروض ما تزيدش عن 14 ايه متر. تاني حاجه المواسير، بيقول مواسير الصرف حاجه حاجه من اثنين، يا يعني مواسير فخار او بلاستيك اللي هو بي في سي، وبيكون باكتر من 3 ل 4 بوصة في الداخليه، ولو خارجيه او عموميه بس 6 بوصة. حاجه تانية قلنا المواسير بتمشي تحت سير الجاذبيه، فلازم اوفر لها ايه ميل عشان تمشي تحت سير الجاذبيه. ان مواسير المفروض 2 سنتي كل 1 متر. طب احنا عارفين مواسير الصرف تمشي تحت سير الجاذبيه، عشان كده لازم اوفر لها توهويه. قلنا في البيبه تحت كل حوض، وعمود الصرف بتاعها لازم يكون مفتوح. لو كل واحد فينا بص في المسقط عنده هيلاقي ان الماسوره مفتوحه من فوق. انما مواسير الامدادات او التغذيه اللي هي المياه البلديه بتبقى بتمشي تحت تاثير الضغط، فعشان بحيث ان لان عشان كده لازم المحطه تضغط بضغط معين. لو رحت سالت يعني في اي محطه سالته انت بتضخ بضغط كام، بيقول لك احنا بنضخ بضغط مثلا 13 بار او 11 بار عشان المواسير تمشي، عشان الميه تمشي تحت تاثير ضغط مش تحت تاثير ايه جاذبيه. ده العكس من الاثنين، ان مواسير الصرف الصرف الميه فيه بتمشي تحت تاثير الجاذبيه، اما مواسير الامدادات او التغذيه بتمشي تحت تاثير الضغط. حاجه تانية حاجه ثالثه بقى، ان غرفه التفتيش، ان غرفه التفتيش الداخليه المفروض دي ابعادها ما تقلش عن 60 في 60 في 60، يعني 60 عرض 60 طول في 60 عمق، ممكن تزيد. ولازم تكون مرفوعه عن سطح الارض، يعني لازم ما خلاش مدفونه، لازم يعني ايه اخلي لها زي علامه بحيث ما تنكسرش ما تحصلش حاجه زي كده. قلنا كل عام كلها 60 سم. حاجه بقى اخيره لازم ناخد بالنا منها، فاحيانا في الابراج السكنيه اللي هي العاليه مثلا 20 دور او 30 دور مواسير الصرف قلنا بينزل تحت تاثير الجاذبيه، فبينزل تحت تاثير الجرافيتي فبيسبب ضغط كتير على كبير على المواسير. ممكن لو العماره كلها شغاله بكامل طاقتها فممكن المواسير تتحرك من مكانها، الضغط يتحرك من مكانه ويتحرك المواسير بتاعه الصرف اللي هي مدفونه من مكانها. فلازم اعمل الفرشه خرسانه للمواسير هي دي اللي هي خارجه من هنا دي كده، والمواسير دي لازم اعمل لها فرشه ايه خرسانه بحيث تفضل ايه ماسكاها، وغطاء خرسانه بكام؟ بسمك 5 سم. كده اللي يعتبر الاعمال الصحيه خدنا عنها نبذه ايه كويسه. نيجي بقى كده للاعمال ايه الكهربائيه. ايه هي الاعمال الكهربائيه؟ الاعمال الكهربائيه قلنا اللي هي اللمبات والمراوح والشفاطات والتليفونات واللي هي المنظومه كامله.
فبس الاولى برضو لازم احط لها مكان كويس بحيث ما تاثرش على على الشكل ايه المعماري. برضو لها جدول، برضو قلنا في الشركات المحترمه بيعملوا زي لوح خاصه بالاعمال الكهربائيه. فهنا نلاحظ ان هنا حاطط رمز لكل حاجه، يعني دي وحده اضاءه لمبه فلورسنت اللي هي 120، لمبه فلورسنت اللي هي اللمبه اللي بنسميها عندنا نيون، ومنها مقاسات، في منها 120 وفي منها 90. هنا بيقول لك يعني ايه 2 في 40 واط، يعني هنا المفروض عندي هنا لمبتين الواحده فيهم 40 واط. دي وحده اضاءه مجمعه اللي هي الثريا اللي بنسميها ايه نجفه، نجفه عندنا دي رمز النجفه. دي وحده اضاءه فلورسنت قلنا في لمبه 60، قلنا 120 و90 و60 برضه 2 في 40. دي وحده غطاء اضاءه بغطاء، اللمبه اللي هي بتحط عليها زي غطاء في السقف. وحدة قوة 16 أمبير، ده اللي هو المفتاح بنسميه مفتاح، ده مفتاح 16 أمبير ومفتاح 5 أمبير، ده شفاط رمز الشفاط، وده مفتاح سكة واحد، مفتاح في بمفتاح واحد، يعني باريزة فيها العمال الصناعية بيسموها باريزة بيبقى فيها مفتاح واحد، دي فيها مفتاحين أو بلغة المهندسين سكتين، ودي مفتاح ثلاث إيه سكك. في حاجه اسمها لوحه تحكم فرعيه اللي هي اللوحه اللي بنلاقيها عندنا في بدايه في مدخل الشقه، بتلاقي في لوحه فيها سكاكين رئيسيه، ممكن يكون 3 سكاكين او 4 سكاكين حسب عدد خطوط الشقه. وفي لوحه تحكم رئيسيه بتلاقيها في مدخل العماره تحت او مدخل البيت بتاعك تحت لو انت عندك كذا ايش. في دلوقتي احيانا بيعملوا وحدتين اتنين، واحده للاضاءه للمبات وكده، واحده بقى للثلاجات والغسالات والتكييف وخلافه يعني. وحاجه اسمها دي مخرج هوائي تليفون، لو انت عندك تليفون لاسلكي بتسيب له ايه مخرج ايه هواء. في حاجه بقى عاوز اقولكم عليها ان هي ما حطش رمز التكييف، فهو ممكن برضه ايه هتلاقي في اللوح اللي هيديها لك في الشغل لو هو عامل تكييف هيحط لك رمز تكييف وكاتب لك جنبه ايه تكييف. في معلومه عاوز اقولها لكم بقى، في حاجه اللي هي مقاسات السلوك، ممكن ده حاجه معلومه مهمه برضه ممكن ما حدش فينا بياخد باله منها. الكهرباء بيحدد عدد السلوك اللي هيحطوه على المفتاح واحد ازاي. المفروض يعني عشان تريح دماغك عامة يعني، ان المفروض ان السلك الواحد ملي بيشتال 1000 امبير، 1000 واط، سوري 1000 واط، السلك الواحد ملي بيشتال 1000 واط. يعني مثلا لو انا عاوز اركب السلك الواحد ملي هركب عليه كام لمبة من اللي هي الفلورسنت اللي هي 40 واط ديت، اقسم 1000 على 40 واط هشوف هيديني كام لمبة من دي، يبقى ايه ممكن اركب دول على ايه على 40 واط. طب في اللمبه اللي هي الصفراء اللي هي العاديه خالص دي بلا مثلا 100 واط او 120 واط، اقسم 1000 واط على هكذا على 1000 واط على 120 واحدد عدد اللمبات اللي احطهم على ايه على 1 مللي. افرض انا مثلا عندي صاله وعاوز اعمل فيها نظام اضاءه، بس هلاقي مثلا عندي 20 لمبه عاوز احطهم على مفتاح واحد، يبقى انا هعمل مثلا نظام سبوتات في الصاله وكده، يبقى اعلي اجيب بدل سلك ملي واحد مثلا اجيب مثلا 2 ملي، ملي ونص هكذا. ولاحظ التكييف ان سلك التكييف ما بيقلش عن 6 ملي، لان التكييف ما بيبقاش بالوط بقى بيبقى بالحصان، ممكن تلاقيه 5 حصان 6 حصان هكذا. المعلومه هامه خلي بالنا منها، معظم الصناعيه ما بيبقوش واخدين بالها منها وتيجي تحصل لك مشاكل بعد كده في منظومه الاضاءه حتى لو انت تشتغل في شقتك انت. السلك الواحد ملي النحاس بيشتال 1000 واط. دي لوحة برضو هي زي هوريها لكم شكلها، دي لوحة أعمال كهربية. نلاحظ بقى إيه هنا حاطط المطبخ حاطط فيه 4 لمبات، 4 لمبات بس هنا حاططهم على مفتاحين اتنين، يعني هنا ده مفتاح وده مفتاح، ده مفتاح وده مفتاح. يعني ممكن يدي ويسيب دي، ممكن يدي ويسيب دي، أو ممكن يدهم الاتنين مع بعض. دي لمبة إيه 120. طب دي اسمها فيشة، فيشة تحط فيها مثلا الغسالة أو بوتاجاز وكده. وده شفاط وشفاط، حاطط شفاطين في المطبخ. وده مخزن حاطط فيه لمبة، دي لمبة عادية اللي هي خالص اللي هي الصفرة، لمبة بسكة واحدة باريزة أو فيشة بسكة واحدة، دي لمبتين عامل لهم فيشة سكتين، دي هكذا برضو الحمام حاطط فيه لمبتين بسكتين. ومفيش مثلا ايه يحط مثلا ايه فيش اي حاجة المطبخ، ممكن ايه الغسالة هنا في المطبخ هكذا. صالة معيشة حاطط فيها برضو لمبات وحاطط فيها نجفة بعدد لمبات، عامل لله النجفة سلك لوحدها، وده لازم يعمل النجفة سلك لوحدها عشان ممكن يكون النجفة اللمبات اللي فيها بتسحب كهرباء شديدة، فلازم يعملها سلك خاص بيها. وانت لازم قبل ما تركب اي لمبة عندك في الشقة لازم تكون عارف الوات اللي عليها كام، او هي بتسحب كام بما مكتوب على الكارتونة بتاعتها. وهكذا برضو غرفة الطعام حاطط فيها 3 نجفات، 3 نجفات وحاططهم برضو على خط واحد بس كل واحدة بمفتاح. ونلاحظ طبعا ان السلك ده اتخن من الثلاثة دول، او دوت مثلا ممكن يعملها 3 سلوك حسب ما ايه ما حسب الكهربائي شايف. الاحظ ان ده رمز الشفاط. حاجه تانية كنت عاوز اوريها لكم بس ما هاش ظاهره هنا، اللي هو المفروض اللي هو لوحه التوزيع،
هو ده لوحة التوزيع، ما هي ظاهر هنا، لا ظاهر هنا لقيناها لوحة التوزيع حاططها في هو من المدخل، قلت لك هتلاقيها وانت داخل بالمدخل، ده مدخل جانبي حاطط لوحتين التوزيع، لوحة توزيع او لوحة تحكم، لوحة تحكم وتوزيع، هي يعني بتمشي الاثنين، ممكن تبقى لوحة تحكم وتبقى لوحة توزيع، واحدة للمبات واحدة ايه قلت اللي هي القوة زي التكييف والغسالات وهكذا، ولازم تلاقي في المدخل، تلاقي في مدخل البيت، في مدخل الشقة، لازم تلاقي في المدخل في مكان متداري. حاجة تانية اللي هو هواء التليفون، فين هواء التليفون؟ ده هواء التليفون حاطط ايه عشان لو حد هنا قاعد في ال دي اولا الفيلا دي ما كانتش في مصر، دي في دولة عربية، فطبعا هنا ده صالة معيشة، هو قاعد في البيت، فحظ شركة تقوية خاصة بيجي هو ايه البيت. وده كانت نبذة كده عامة عن الأعمال الصحية ايه والكهربية، وأتمنى أكون حضراتكم استفدتوا، وإن شاء الله اللي استنى حصتين، واحدة عن تصميم السلالم إن شاء الله هحاول أجهزها لكم على بكرة أو بعد بكرة، وإن شاء الله هيبقى آخر يوم في الدورة، هيبقى نبذة عن أعمال التشطيبات، هندردش بصورة عامة أو كبيرة عن أعمال التشطيبات بحيث كلنا واخدين فكرة عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.